آن. يا سعد من يرقى بحلاوة الإيمان، ما عمره يشقى من عاش بالقرآن، من ذاق آيته لا ينسى. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في روضة القرآن، وهذه الحلقة 82 بعد 200. نتناول آيات من سورة مريم، وقد وصلنا إلى الحوار الذي تم بين إبراهيم وأبيه، وهذا حوار كل بيت. الآن الأب وابنه اختلفا، إبراهيم هداه الله للحق ومعه الحجة، وأبوه أبو إبراهيم يصنع الأصنام، حاجة كده مع الفكر البائد، مع العصر المتخلف، مع معقول اللي انت عايزه. حوار راقي، حوار كل بيت بين أب وابنه. إبراهيم يقول: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا مستويا. يا ولدي أنا عندي معلومات مهمة وعندي علم صح. الأب متمسك برأيه. يقول إبراهيم: يا أبت لا تعبد الشيطان، بلاش اللي أنت يعني اللي أنت ماشي عليه ده، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. كل الكلام ده راقي ومفهوم، كلام راقي ومهذب، ابن مؤدب يتحدث مع أبيه بطريقة راقية. هل يرد الأب بنفس الأدب؟ لا. قال: أراغب أنت عن آلهة يا إبراهيم؟ أنت مش عاجبك الآلهة بتاعتنا؟ مش عاجبك النظام بتاعنا؟ مش عاجبك الإعلام بتاعنا؟ مش عاجبك مش عاجبك؟ مش يرد عليه إبراهيم بقى ويقول له: أنتوا نظام فاسد، وأنتوا رجعيين، وأنتوا أخرتونا، وأنت ده. حوار كل بيت الآن يتم بين كل أب وابنه. كل الأسر العربية منقسمة الآن، الآباء في وادي والأبناء في وادي. الأبناء يتهمون الآباء بأنهم ضيعوهم، والآباء بيقولوا إن الجيل ده جيل مش فاهم حاجة. الأب بيقول لابنه إيه؟ قال: أراغب أنت عن آلهة إبراهيم؟ أنت مش عاجبك الآلهة بتاعتنا ولا النظم بتاعتنا؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك، إذا ما سكتش عن اللي أنت بتقوله ده أنا هقتلك. الأب بيقول لابنه هقتلك، وهجرني ماليا، ابعد عني. أرجمنك، الرجم اللي هو إنك تضربه بالحجارة لغاية ما تموته، ده اسمه الرجم. وهجرني ماليا وابعد عني. الأب بيقول لابنه لو ما سكتش هقتلك. الابن بقى المفروض يقول له: أنت هتقتلني ده أنا أقتلك. لا، قال: سلام عليك، سأستغفر لك لي ربي. الابن المؤدب مهما احتد الحوار ينسحب مهذبا، ما يرفعش صوته على أبوه: أنتم متخلفين ورجعيين وضيعتونا، و و و أنت ربنا هداك وشرح صدرك وجادلهم بالتي أحسن، عندك حجة مفحمة؟ جادل. لقيت اللي قدامك معرض، خلاص سأستغفر لك، سلام عليك. شوف الجمال، شوف الجمال، شوف الحوار بين الأب والابن. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. ومش معنى إني أنتوا يعني كلكم على ضلال كده وهقعد معاك، لا، ما ينفعش، ما ينفعش الولد الصالح يسمح لنفسي بالانزلاق. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. ما فيش مسلم يشترك مع ناس في السرقة، ما فيش مسلم بيحب ربنا يشترك مع ناس في رشوة، ما فيش مسلم بيحب ربنا يشترك مع ناس في تزوير. في أماكن كثيرة جدا حكومية ناس بتمضي على باطل ويزوروا وياخدوا رشوة وبعدين يصلي ويصوم، يقولك دي نقرة ودي نقرة. وأعتزلكم، انت لقيت الناس دي بتعمل غلط ونهيتهم ما نفعوش، ما تقعدش معاهم. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. وربنا بيقول: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. هو ده بقى الاعتزال، لما بعد عنهم خالص ربنا أحب وأكرمه واداله العيال. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق. ومش بس إسحاق ابنه، لا، وإسحاق خلف يعقوب، يعني شاف حفيده. إبراهيم خلف إسحاق ده وعنده 90 سنة، 96 سنة. سيدنا إبراهيم خلف سيدنا إسماعيل وهو عنده 80 سنة، وخلف إسحاق وعنده 96 سنة، وشاف ابن إسحاق اللي هو يعقوب. الشيء الغريب أنه سيدنا إبراهيم ضرب الله به أمثلة كثيرة، ضرب به المثل في تأخر الإنجاب. أي حد تأخر عنده الإنجاب قدامك سيدنا إبراهيم وسيدنا زكريا كمثال. اوعى تيأس من رحمة الله ولو عندك 80 سنة، لو بتحب ربنا ما تيأسش. قد يتأخر إنزال الحيوانات المنوية، قد يتأخر بعد 60، إيه يعني؟ اوعى تيأس من رحمة الله أبدا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله كان جزاء الإكرام، وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. يعني شاف ابنه إسماعيل نبي،
ومن وراء إسماعيل إسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب، ويعقوب بقى اللي هو إسرائيل خلف بقى إيه يوسف وإخواته، يعني عيلة كلها أنبياء. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. شايف الحوار الراقي بين الأب وابنه ده؟ هل نحن نتعلم من الأنبياء؟ هل تريد أن تكون مثل إبراهيم عليه السلام فتخاطب والديك بأدب وحب؟ أنت معاك الحق ومعاك الحجة والإعلام ضدك والصحافة ضدك والقضاء ضدك والدنيا كلها ضدك، معاك ربنا ومعاك الحجة ومعاك حلو اللسان، هتنتصر. أو الله العظيم هتنتصر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لقيت الحوار هيبقى وحش كده وانت هتتهم وتشتم، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، كده خلاص الموضوع ما بقاش للربنا خالص. وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. لما تعتزلهم ربنا هيفتح عليك فتوح، لما تعتزل المعصية ربنا يرزقك إيمان تزق حلاوته. النظرة المسمومة واحد بيبص على واحد يشتهي، لو منع هذه النظرة لله يزوق حلاوة الإيمان. النظرة المسمومة سهم من سهام إبليس، من منعها؟ رزقه الله إيمانا وجد حلاوته في قلبه. فلما اعتزلهم وما يعبدون، لما تعتزل المعاصي، لما تعتزل المخدرات، لما تعتزل الزنا، لما تعتزل الرشوة، لما تعتزل التزوير، في ناس شغلتها التزوير بتزور، لما تعتزل ده كله ربنا يرزقك حلاوة الإيمان. ركعتين تصليهم وتسجد لله كده ربنا يديك حلاوة ملهاش حل. واحد يقول لك الحلاوة في المعصية، الحلاوة في الزنا، الحلاوة في الأغاني، لا والله العظيم ده ضحك، الشيطان بيضحك عليك، ده بيحرقك، بيحرق أعصابك. الحلاوة في ركعتين تصليهم لله وتسجد، فيرزقك الله الرضا والطمأنينة والأمان والأمان. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له، رزقنا بقى، رهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسانا صدق عليا. ناس كده مذكورين إلى يوم القيامة. ثم تنتقل بنا الآيات في سورة مريم إلى موسى، وجانب من قصة موسى جميل. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. والمخلص يعني استخلصه الله عز وجل، غير المخلص. المخلص يعني خلص لله في عبادته وأخلص واجتهد، لكن المخلص بقى ربنا بيحبه، ده استخلصه واستخلصتك واصطنعتك لنفسي. يا سلام لو ربنا يحبك كده ويستخلصك يبقى عبد من عباد الله المخلصين. يا رب اجعلني من عبادك المخلصين يا رب. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. شوف بقى الاستخلاص بتاع سيدنا موسى، ربنا سبحانه وتعالى ناداه من جانب الطور، جبل الطور في سيناء. جبل الطور كل اللي نعرفه عنه انه جيب في القرآن. طب ايه اللي في جبل الطور؟ كم نبات طبي؟ ده بعض الناس اللي في جبل الطور لك اكتر من نبات، اكتر من 80 نبات طبي، غير العيون المائية اللي عند الطور، غير الحجر اللي انفجرت منه 12 عينة هناك، غير حاجات كلها اماكن النبيين. وناديناه من جانب الطور وقربناه، من جانب الطور الايمن وقربناه نجيا. قربناه نجيا، المناجاة حديث القرب. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. ولما قال يا رب ابعت لي حد يساعدني قال له أخوك هارون معاك. واذكر في الكتاب إسماعيل، إسماعيل ده الابن الأول لإبراهيم، إنه كان صادق الوعد، لما يوعد يصدق، ودي من علامات النبوة، إنك لما توعد تصدق، تدي معاد تصدق، توعد بعطاء تصدق، الكلمة تطلع منك سيف، عشان كده ما بتتكلمش إلا كلام محسوب. إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة. فالصادق صادق الوعد ده ما أخلاق النبيين. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، يأمر أهله بالصلاة والزكاة على سبيل الاستمرار مش مرة واحدة. يعني أنا صحي ابني لصلاة الفجر مرضيش، بصحي تاني مرضيش، بصحي تالت، بفضل صحي ساعة لغاية لما يقوم يصلي. وأنا لا يأس من رحمة الله، لا أيأس من رحمة الله. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. إن شاء الله نكمل في العاشرة صباحا والعاشرة مساء، انتظرونا كل يوم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا سعد من يرقى بحلاوة الإيمان، ما عمره يشقى من عاش بالقرآن.